والصلاه والسلام على رسول الله سيد الوالي سيد الممثل في عصريه الشعب الجديد الساده الاطارات الادبيه الساده الفضول كل المطلقات في اسمه يوم البدر. السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. ساكون مختصرا في تقديم هذا العرض المختلط لان الوقت دائمنا. اذا اليوم نحن على موعد افتتاح او اعطاء شرط بلاغ شهادة البكالوريا من طرف السيد الوالي الوجيه من هذه الثانوية، وفترة الامتحانات البكالوريا من يوم الأحد اليوم إلى يوم الخميس 13 يوم. عدد المراكز هي 69 مركز بما فيها واحد مركز من إعادة التربية، والملاحظة هو أن هناك مركزان يعني زيادة على العام الماضي. إذا الإحصائيات عامة المترشحين، عندنا عدد المترشحين لكل 19,926، المترشحين المتمدرسين 14,779 منهم 8,600 إناث، المترشحون الأحرار عددهم هو 5,147 منهم الإناث 2,776، الفارق مقارنة بالعام الماضي 1,673. إذا المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة عندنا 23 مترشح حركية يعني الاحتياجات من ذوي الإعاقة الحركية 15 منهم 7 إناث، وبصرية 8 منهم 4 إناث. مراكز ايضا نسيرها بهذا التعداد من المؤثر او رئيس المركز عندنا 69 مركز 69 رئيس نواب الرئيس 2,276 المسير المالي 68 اخصائي نفساني 69 العمال المهنيين اعضاء العماله مراكز 646 العمال 748 مستخدمي الصحه 272 الامن والحمايه المدنيه 207 الأساتذة الحراس 3,893 المراهقون 69 مراهق المجموع كله 6,317 المؤاخر مستجدات التعطية في إطار المساعي والجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية من أجل تكفل الأمثلة بالامتحانات الرسمية تم لهذه الدورة استعداد منصب النائب الرابع لرئيس مركز المكلف بمساعدته في متابعة كل ما يتعلق بمواضيع الامتحانات وأوراق الإجابة التلاميذ، كما تمت الأرملة متابعة الإحصائيات وظروف سير الامتحان على النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية. تنصيب خريطة ترشيد ومتابعة امتحانات المدرسية الوطنية تمت معاينة مراكز الإجراء للوقوف على المدى توفر شروط ضرورية سواء من الجهة التي يعني أمر بها السيد الوالي الولاية على مستوى النواب أو من الجهة التي طلبت من المديرية التربية، تعيين مؤطر مراكز الإجراء، تحضير وتجهيز مركز حفظ وتوزيع مواضيع بقاعة محصنة ومؤمنة، تجهيز مركز حفظ وتوزيع مواضيع والقاعة المحصنة بكاميرات المراقبة والتجهيز. تجهيز مراكز حفظ وتوزيع المواضيع والقاعة المخصصة بوسائل مكافحة الحريق ومراقبة صلاحيتها. تنظيم اجتماعات طبعا بالإضافة إلى الاجتماعات التي أشرنا على السيد الوالي الولاية التي بدأت من تنصيب اللجنة الولائية لمتابعة سير الامتحانات أيضا على مستوى الإدارية تم التنسيق مع الأيث تم تنظيم اجتماعات إعداد استفادة رؤساء المراكز من تكوين أهلهم للاطلاع على المهام الممكنة لهم، تنظيم اجتماعات تنسيق مع رؤساء مراكز الإجراء وتكوين التنسيق مع المصالح الأمنية لتكوين وتدريب الأعوان المسخرين على الاستعمال السليم، التنسيق مع مختلف الشركاء لضمان توفير الأمن والتغطية الصحية، توفير العتاد الضروري في مراكز الإجراء للطباعة والنسخ وتجريبه لتأمل مصالحياته ووظيفته، تجهيز مراكز الإجراء بمولد كهرباء لصالح الاستعمال وتجريبه
وضع سكاك النوافذ المقاعد للإجراء لوقاية التلاميذ من أشعة الشمس. طبعا الإعداد مخطط الرغم من التنسيق مع مدير المؤسسات في رمان التحاق المترشحين القادمين في مناطق بعيدة. إعداد مخطط النقل للحراس بالتنسيق مع مديرية النقل لرمان التحاق الأساتذة في مراكز الإجراء في الوقت المحدد، لأنه كل أستاذ يمكنه أن يحرص في مقاطعته استقبال المراهقين والحرص على التحاقهم بالمراكز المعينين بها في الآجال المحددة، وقد التحقوا مرتين مع التقاعد وجميع مهنة الجهات، والتحقوا كلهم بمراكزهم نهار أمس. وتعويض الغائبين منهم في الحين ترشيد قصة إذاعية نشرناها قبل امتحان شهادة التعليم المتوسط وهي كانت في التعليم المتوسط والبكالوريا، وجهنا فيها أو قدمنا فيها توجيهات لأبناء التلاميذ وحررناه من الغش، والحمد لله لم نسجل أي يعني حادث غش في مدير في التعليم المتوسط. الحمد لله. إذا نختم بهذا، لأن شكرا لكم.